عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. اليوم جيناكم منتوج جديد اللي هو الاوبو اخ 15، كما تشاهدوا هاتف ممتاز جدا. اليوم جيناكم باش نعلموكم كيفية فرمتة الهاتف اوبو. العملية هذه لجميع انواع هواتف اوبو. اول حاجة نغلق الهاتف، ثم نضغط على المكان الفوليوم داون وفتح الهاتف في نفس الوقت، نعمل الضغطة في نفس الوقت ونقعد بعد ثواني، ثم نسيب يدي. هذه العملية تسمى بالهارد ريسيت فورماتاج. تجيني بعد ثلاثة لغات، نضغط على الإنجليزية، ثم كما تشاهدون شاش وي في. إذا عندك وي في، ما فماش وي في نخرجو، ننتظر قليلا ثم نخرج. كما قلنا العملية هذه بالنسبة للهواتف الكل في الأوبو. نخرج توا نمشي الوايب داتا. كما تشاهدون الهاتف يعطيني أربع أرقام، نحط 1 4 3 6، كل مرة يخرج لي أربع أرقام مختلفة، نقيدها ونكتب، ننزل نضغط على فورما داتا، نضغط فورما. تشاهدوا الهاتف قاعد يعمل في الفورماتاج، فسخ البيانات الكل. اذا عندك بعض المعلومات الكل باش تفسخوا، نحطوهم في كارت ميموار قبل ما نعملوا الطريقة هذية. ولا نضغطوا على اوكي. توا نعملوا نخرجوا، شاهد الهاتف شيخو برشا قليل من الوقت، ننتظر حتى الهاتف يتحل، بضع الدقائق حتى الهاتف يتحل. كما قلت لكم اول حاجه يلزمكم تفسخوا الجيميل نتاعكم في صوره ما تعرفوش، معناتها كان تعرف الجيميل نتاعك بعد ما يتم الفورماتاج تحط الجيميل نتاعك. بالنسبه للهواتف الذكيه الجديده والمود باس بالطبيعه، كان ما تعرفش الجيميل نتاعك الموجود في الهاتف المقيد في الهاتف والمود باس، مش لازم تعمل له فورماتاج، بل يلزمك تفسخ الجيميل. الجيميل كيفاش يتفسخ؟ تدخل على الاعدادات، بعد تمشي للكونت، بعد كونت جيميل تنزل على الجيميل هذاك، تعمل له سوبريمي، بعد ترجع تعمل الهارد ريسيت اللي وريناهم. فوالا الهاتف اتحل كيما تشاهدوا. هنا عبارة أول مرة الهاتف يتحل، نحط اللغة فرنسي مثلا سويفون، فوالا ريجيون شنو البلاد اللي انت فيها، نعمل سويفون سويفون، فوالا سويفون اوكي، لين الهاتف تاعك تحل. هذه طريقة معنتها الناس الكل تعرفها، سهلة ما فيها حتى قلق. بالنسبة للعملية هذه، بالنسبة إذا أنت نسيت المود باس نتاعك وحبيت تعمل الهارد ريسيت نتاعك، راهي الطريقة هذه ما تمشيش معك. برشا عباد يسألوني الأربع أرقام هذوما كي تعمل أنت الفورماتاج، الأربع أرقام ما يجيوكش، يقول لك دخل الرقم السري نتاعك الأصلي، وتكون أنت ناسي الرقم السري نتاعك، ماهمش باش يعطيوك الأربع أرقام، دخل الأربع أرقام. معناتها العملية هذه إذا يكون الهاتف راهو محلول، فهمتني؟ إذا يكون الهاتف محلول حبيت تعمل له فورماتاج، إذا يكون مسكر فيه كود، الطريقة لا تصلح بالنسبة للطريقة هذه، فما طرق أخرى. فوالا، إن شاء الله تكون طريقة عجبتكم، شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، بالتالي يصلكم كل ما جديد، إلى اللقاء.